وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أشرف العلوم على الإطلاق هو علم الاعتقاد، العلم بالله، والعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهيه. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بأمر الله جل في علاه، وهذا العلم شرفه يؤخذ من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ثم العلم بأمر الله ونهيه، وأعظمه وأشرفه علم الفقه مع العلوم الخادمة. والعلم الفقه هو المقصود في باقي العلوم، والأمة أحوج ما تكون إلى عالم فقيه، كما قال الإمام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. وفهم المتن رأس الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عمه دعا له بأعظم دعوة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والعلماء مراتب ثلاثة: الفقيه والمحدث والفقيه المحدث. ابن رجب الحنبلي أشار إلى ذلك، إلى أن أرقى مراتب العلماء هو الذي من الله عليه بالعلمين فصار فقيها محدثا. كان الإمام أحمد يقول: كنا نحتار مع هؤلاء لا نستطيع الرد عليهم. هذه الحنبلة قالوا الآن في هذا الباب: كنا نحتار مع هؤلاء، من الأحناف، ما استطيعون المجابهة. فقالوا حتى يعني جاء علينا هذا الإمام. من الإمام هذا؟ الشافعي. حتى أتانا هذا الإمام، وكنا نقول عن الفقهاء صيادلة، وأن عن المحدثين نعم أطباء، والفقهاء صيادلة أو العكس. لكنه قال: فخرج علينا إمام عالم طبيبا صيدلانيا. ولذلك كانوا يلقبون الإمام الشافعي بناصر السنة. من أصول أحمد أنه كان يقول بأنه إن لم يرد في المسألة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصاحب اعتمد قول الإمام الشافعي. طبعا الحديث يعني عالم قريش يمنى الدنيا هو يحسنه. الغرض المقصود بأن علم الفقه من أشرف العلوم ومن أدق العلوم، وعلم الفقه بالذات هو من أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه. كيف ذلك؟ أنت عندك الزوم صح؟ وعندك السنة، وأين هي السنة؟ يعني علم الفقه هو من أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه. في أحد يستطيع يقول لي كيف أن علم الفقه هو من أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه؟ علم الفقه هو من أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه. كيف يكون علم الفقه هو أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه؟ هو الحق أن علم الفقه هو أعظم ألوان الدعوة إلى الله جل في علاه، على أن المستحدثات والنوازل لا يستطيع أن يصل إلى حلها وإلى إحكام الحكم عليها إلا الفقيه. وهذا يدلك على أن هذا الدين وهذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان وكل مكان. لذلك نقول يعني الاهتمام بالفقه فيه نبل، يعني هو كما قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. الناس جميعا يعني يحتاجون للفقيه كما يحتاجون للشمس والهواء والماء، بل أشد حاجة، لأن هذه فيها الحياة السرمدية الأبدية. فيكون علم الفقه كما قلنا من أشرف العلوم، لا سيما إذا من الله على العبد فبنى ملكة فقهية يستطيع فيها أن يتقن كيف أن العلماء الأماجد
الأماثل قد يعني وصلوا إلى هذه الأحكام. وطبعا تعلم الفقه الفرضي في الجزئيات التي يفترضونها على أساس النوازل التي تكون على هذه الأمة. عامة هذه الشريعة رأى صالحة لكل زمان وكل مكان، وليس كل أحد يصل إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إيش قال؟ لا يعلمهن كثير من الناس. إذا هذا منطوق المفهوم يا أستاذ ماجد؟ إذا القليل يعلمون. من القليل؟ هم الذين قال فيهم لا القليل القرآن. أنت امشي مع القرآن والسنة. القليل هم الذين قال الله فيهم جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه. نعم. طيب احنا في بداية المجتهد ما زلنا، فنسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن ييسر لنا ولكم. تفضلوا. قال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: الباب الأول، البركة. الباب الثاني في معرفة فعل الوضوء، وفيه 12 مسألة. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط. شوف لك عيون المسائل نفسها بيأتيك بها، وأيضا يفيدك جدا في مسألة التأصيل ومسألة المنزع الذي يبين لك كيف الخلاف بين العلماء. نعم. قال: وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال لأنواع أحكام جميع ذلك. المسألة الأولى من الشروط في النية. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. هذا احنا فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي، وطبعا لن أنتقل حتى أسألكم. تفضل. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القرب فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى نية. جميع اتفقوا على ذلك. يبقى إذن هما احنا بينا الأسبوع الماضي مسألة مهمة. أنا لو سألت طبعا سأصدم، لكن لا أسأل، أفضل سأسأل يسيرا. أقول يبقى إذن هما في التأصيل قد اتفقوا جميعا، والخلاف نبع أو قول خلاف ظهر وعن الخلاف في التطبيق لا في التأصيل. فقد اتفقوا جميعا أن الحمادة العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، وأن العبادة معقولة المعنى في هذا الباب. قد نقول بقى هنا الآن هل هي الآن تفتخر للنية أو لا تفتخر في النية؟ للنية من أجل أنها معقولة المعنى، يعني ليست مطلوبة لذاتها، أما العبادة المحضة مطلوبة لذاتها. فإذا الجميع اتفقوا على ذلك وقالوا بأن العبادة المحضة تفتخر للنية باتفاق. يبقى عند الافتراق بقى في المسائل سنقول اختلافهم ما كان في التأصيل، اختلافهم كان في إيش؟ في التطبيق. إيش التطبيق؟ هو الوصف ينطبق أم لا؟ هل هذه عبادة محضة أم هل هذه عبادة معقولة المعنى؟ لو نضرب مثلا حتى تتضح الصورة عندكم، الاغتسال بعد الجماع، هل هذه عبادة محضة أم عبادة معقولة المعنى؟ مفهوم؟ قد يقول قائل الجمهور، طبعا جمهور الجماهير المتقدمين يقولون أنها عبادة محضة، لا سيما الذين يقولون بأن المني إيش؟ طاهر وليس بنجس. احنا يقولون بأنه طاهر ليس بنجس، فتكون هذه عبادة محضة، مفهوم؟ غير معقولة المعنى. مع أنه من قال بأنها معقولة المعنى قد يرد الدليل الذي يساعده على ذلك، دعك من كلام المتأخرين الآن، أنه مسألة أنه بيصاب بالفطور بعد الجماع فيحتاج إلى التنشيط، ولا يكون هذا إلا بإيش؟ بصب الماء بالغسل. صحيح؟ هنا عندنا حديث يثبت هذه العلة،
فمن قال أنها معقولة المعنى لم يبعد. وإيش فيها؟ قال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها أنشط للعود، قال فإذا أحب أحدكم أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود، هو أنشط. وبين ذلك ومنهم الذين قالوا بأنها نجسة جعلوها معقولة المعنى في هذا الباب، وأن الغسل من أجل إيش؟ النجاسة، لأنه قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، إحنا فهم الذين قالوا بأن المني نجس معي. فيبقى إذن هنا الاتفاق على أن التأصيل يتفقون عليه، الاتفاق على أن العبادة المحضة مفتقرة إلى نية. طب العبادة معقولة المعنى؟ قالوا لا. يبقى إذن اختلافهم فيش؟ اختلافهم في انطباق الوصف، اختلافهم في انطباق الوصف على التطبيق، وهذا بيناه الأسبوع الماضي وتكلمنا عنه. السؤال لكم قبل أن ندخل في عمق المسألة التي نتكلم عنها بمسائل متفرعة عن النية، أقول ما الفرق بين الشرط والركن؟ وش الدلالة على أن النية شرط من لصحة الصلاة؟ شوف بقى الزومة التي عندك، وخذ أمة القرآن والسنة هم الأصل، يعني لازم السؤال يكون لهم هم ممتازين صراحة. هنا الإجابات جيدة عند أمة القرآن والسنة هم الأصل الآن الأساس. انظر إلى الزوم، هؤلاء الجدد معنا، هذا أنت تطبق الآن علم الأصول تطبقه معا فيه. يقول الشرط خارج عن الشيء ولكن دخل في ماهية الشيء. الشرط خارج عن الشيء ودخل في الشيء، كيف هذا؟ أنت يعني أنت الآن أدخلت السلوك بعضها في بعض. أخشى من انفجار، فحاول قدر الإمكان أن تفصل السلك الأحمر مع الأبيض. يقول الشرط خارج عن العبادة والركن داخل فيها. أيوة نعم، هذا هو لا حضرتك ممتاز. من الذي أدخل السلوك بعضها في بعض؟ يعني من صاحب الإجابة الأولى؟ كن معي حاضرا. جيد ممتازين. طيب هنا يبقى لنا التفريعات، تفضل. ثم قال والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية. نعم. والوضوء فيه شبه من العبادتين. شوف، وهذا اسمه قياس الشبه بالإلحاق، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. وطبعا بيقول الفقه هو يتكلم عن هذا عن مسألة الإلحاق، والمجاور له حكم المجاور، والأقرب في الشبه يأخذ الحكم. لكن عندنا أدلة أثرية ظاهرة جدا بأن الوضوء عبادة وعبادة محضة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فكانت علامة الإيمان أن يأتي بهذا الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا فصلنا القول فيه في هذا الباب، ورجحنا قول الجمهور وأن النية شرط في صحة الوضوء. والمعنى هنا ما الثمرة؟ تعرف الثمرة؟ الثمرة الآن أنا أخذها منكم. قام زيد بعدما دخل وقت الظهر ونظر إلى الشمس فقد زالت من كبد السماء، فذهب فتوضأ وقام يصلي الظهر، فاستقبل القبلة وكان على سفر، وقال أنا على سفر إذا الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزائمه، فقام فصلى. بعد صلى وسلم يعني قال توضأت ولم أستحضر النية عند الوضوء، فما صحة صلاتي؟ هذه الثمرة، ثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. هنا تراها مطبقة علميا بأن أو تطبيقا عمليا، هو أن زيد قام يصلي فتوضأ ثم صلى، ثم بعدما انتهت الصلاة قال صليت الظهر لكني ما انتويت عند الوضوء، فهل صلاة صحيحة أم لا؟ سأل، فقلنا له إذا يعني أوقفت نفسك بين الأئمة الأربعة فلننظر ماذا قالوا فيك والحكم بعد ذلك بعدما يتكلم كل واحد بما أردت. أما الجمهور فسيقولون صحيحة. وهمت أنت يا ماجد؟ أنت كنت الجمهور ماذا سيقولون؟ زيد صلاتك باطلة. لما؟ قال زيد ولما أبطلتم صلاتي أيها الفقهاء، لما أبطلتم صلاتي؟ فقال زيد لما أبطلتم صلاتي؟ فقال يعني رئيس الثلاثة أو الموكل من الثلاثة، قالوا أنت توضأت ولم تأتي بكلية الشروط والأركان التي يكون فيها وفق الشرع، فلم تصح، لم يصح وضوءك، لم تصح طهارتك، ولا يحكم بطهارتك، لأن العبادة حتى تقبل عند الله جل وعلا أو قل حتى يكون فيها الإجزاء لابد أن تكون وفق ما شرع الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من هو، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. شوف إنما الأعمال الفلام
استغراقية، يبقى هنا الآن لابد من النية وأنت لم تأتي بالنية. قام الأحناف فقالوا نعم، النية يفتقر إليها أو تفتقر إليها كل عبادة محضة، وأما العبادات التي بيّن الله جل في علا المعنى منها لنعقلها فهذه العبادات لا تفتقر إلى النية، والوضوء عبادة معقولة المعنى فهي غير مفتقرة للنية، فصلاتك صحيحة. فاختلف فيه الفقهاء، وإن كان أيضا الجماعة يتفقون أن يعني هؤلاء يقولون بالبطلان وهؤلاء يقولون بالنقصان، يعني إحنا أيضا يقولون الكمال أن ينتوي. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الجمهور وأن الصلاة صحيحة. يبقى لنا فروع مرتبة على الكلام على النية من هذه المسائل. محل النية، وهذه اضطراب كبير نراه الآن، يعني أنا بعض طلبة العلم كان يعني حزنت عليه جدا لأنه دخل في مضمار التقريض وكده، فيقول أنا الآن أبقى ساعة واقف من أجل أن أصلي، فقلت لي ما أصيب بالوسواس بسبب طالب علم يصاب بالوسواس، معناه أنه مش علم، هو مش علم، يعني يقول ما أدري أنا لابد النية تقترن بي عند التكبير، وما أدري كل ما جاء أكبر هل نيتي اقترنت أم ما اقترنت، عشان شفيع، عشان شفيع، عشان أنتم تفهموش أصلا، يعني اللي مثلك الذين يخطون خطوات التقليد هو هذا. فهو الآن أنا قلت له الآن من الذي فعل بك هذا، من الذي جعلك تفعل مثل هذا وأنت لا تفقه، عشان أصلا الجميع يقولون وأنت ويتو صلي الظهر حاضرا أربع ما أفتوعا، كل مذهب من المذاهب يقول له المستحب أن تترفض فيها كما سيأتي. وأنا أريد الآن في هذا الباب على يعني دائما أنا قلت اتجاه العلم يكون في المتقدمين، لأن أهل لأن المتقدمين العلم فيهم حقا، الله تعالى غرسهم غرسا من أجل الدين، يعني هؤلاء القوم تستطيع أن تزعم وتقول هؤلاء القوم اصطنعهم الله لإيش؟ لدين، لنصر الدين، كالشافعي كمالك كأحمد. فالحاصل أن النية نقول النية الأصل أن النية محلها القلب، النية هي عزم القلب، فالنية كما عرفناها في الأسبوع الماضي وهي محلها وين؟ القلب. فالنية هي عزم القلب على الفعل، عزم القلب على الفعل. فإذا كانت هي يعني عزم القلب على الفعل فنقول هو ينتوي رفع الحدث، ينتوي رفع الحدث أو ينتوي استباحة الصلاة. طبعا في تفريعات فقهية أنا مش هدخل فيها، وقلنا الجزئيات الفقهية في كتب الفقه دعنا هناخد بعيون المسائل أمهات المسائل اللي هي المسألة مطلوب منها أن أنت تتدرب على الملكة الفقهية. فإذا هنا نقول بأنه ينتوي عند الوضوء ينتوي رفع الحدث أو ينتوي استباحة الصلاة، إذا انتوى استباحة الصلاة صح ذلك، إذا انتوى رفع الحدث صح ذلك عند الوضوء. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. النية لها مراتب، النية لها مراتب، وهذا على كلام الفقهاء لها مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الكمال، ومرتبة الكمال في النية هو أن يتلفظ باللسان مع النية، انتويت رفع الحدث لأصلي فيقول انتويت. فهنا وهذا قول من؟ قول الشافعي والحنابلة وقول أيضا الأحناف، قالوا بأن مرتبة الكمال التلفظ، تلفظ النية مع القلب، وقالوا موافقة اللسان والقلب كمال في هذا الباب. وقد يكون قطع الوسواس، والصحيح أنه التلفظ باللسان سبيل الوسواس، عشان ترى فرق بين المتأخرين والمتقدمين. طبعا ما في بالنسبة لذكر النية في المتقدمين تجد يعني قد لا تجد. طبعا المسألة بأسرها لا نستطيع أن ننكر على علمائنا وهم يقولون بذلك، لسنا أهلا لذلك، لكن أقول هناك من يقول بأنه عدم التلفظ والصحيح دليله أقوى في هذا كما سنبين، لكن هم أيضا يلمحون ويلفتون الانتباه إلى أن النبي قد تلفظ به. أولا عشان أتكلم بحق، الأئمة الثلاثة قالوا بأن هذا مرتبة الكمال وأن هذا مستحب، الإمام مالك كره ذلك، الدرديري قال أنه أصلا يعني خلاف المذهب في هذا، هو عامة الإمام مالك كره التلفظ بالنية، الإمام مالك هنا أسعد الناس بالسنة وأوفق الناس للسنة، لأن من قال بالاستحباب، الاستحباب هذا حكم شرعي، وأصوليا أي حكم شرعي وجب أن تأتي له بإيش؟ بدليل أثري. أي حكم شرعي وجب أن تأتي له بدليل أثري، أين الدليل؟ وش الدليل على أن النبي تلفظ بالنية ولو كان خيرا لسبقونا إليه؟ وش الدليل
والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله جل في علاه، وش الدليل ايضا على الاستحباب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني صلي. وايش الدليل والنبي يقول للرجل توضأ كما امرك، كما امرك الله، توضأ كما امرك الله؟ قد يرد علي ما يرد عندما استدل بهذا الحديث عليهم، يعني من وين اتيتم بالتلفظ؟ قد يرد علي في قول الله جل في علاه، انا قلت ان النبي قال للرجل توضأ كما امرك الله، وما امر الله به؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وين النيه؟ ما ذكر النيه. صحيح قد يرد عليه قلت هو ما ذكر النيه هنا الان. من وين انت اصلا بتقول لابد من النيه؟ قلنا لا، عندنا الايه المستقله والحديث. الايه المستقله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والحديث الذي قال فيه الشافعي انه اصول الاسلام هو انما الاعمال بنيات. فالامر منتهي في هذا الباب، لا يرد علينا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له ولم يقل له قل نويته. صحيح، ولا يقال بان النبي اهتم بالواجبات فقط، لا، نتكلم معه ايضا في بعض المستحبات في هذا الباب. مش قال له، قال له فاستقبل القبلة واقرا ما تيسر معك من القران. في رواية المسند زياده مهمه جدا، قال له اقرا بام الكتاب وبما تيسر معك من القران. طب بما تيسر باتفاق بعد الفاتحه هو ايش؟ سنه مستحبه ولا واجب؟ مستحب. يبقى اذا هو ما وقف على الواجبات فقط، اعطاه ايضا المستحبات، مفهوم؟ لا، وهنا النية اصلا واجبة ليست مستحبة، النية هنا واجبة ليست مستحبة، المستحب فيها التلفظ. فهو الاعتماد على انما الاعمال بنيات وما كل من هذا بقى ظاهر لكل من تعبد لله جل في علاه. فلو كان المستحب التلفظ بالنية لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا، ولم يرد عن النبي قولا ولا فعلا ولا تقريرا. وهنا اسعد الناس بالدليل هم المالكية، أسعد الناس بالدليل في هذا الباب هم المالكية، لأن قالوا بالكراهة إذ لا دليل على ذلك. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية أكد ذلك، وابن القيم، وقال ما في ولا دليل أثري أثبت التلفظ بنية إلا في الحج، وهذا باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلفظ وقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا رياء فيها ولا سمعة. إذا الأصل هنا عند علمائنا أن التلفظ بالنية لا دليل عليه، لا دليل عليه. أن تجلس بقى بالساعات مع المذاهب فتريد انه لازم يصدر الباب بانك لابد ان تذكر النيه، وانت عند التلفظ ترفض عند غسل الوجه او عند المضمضه على التاصيل الذي يؤصلونه. ولكن التلفظ بالنيه كما قلنا ليس من السنه، ليس من السنه التلفظ بالنيه. النيه هي عزم القلب، النيه محلها القلب، النيه محلها القلب، ولم يرد دليل على التلفظ بها بحال من الاحوال. هذا بالنسبه للكلام على مراتب الكمال عند العلماء. واتفق العلماء على انه من انتوى بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه، الائمه الاربعه الذين قالوا ان مرتبه الكمال، الثلاثه منهم الذين قالوا مرتبه الكمال ان يتلفظ، اتفقوا على انه اذا انتوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه اجزاه ذلك. الائمه الاربعه اتفقوا على انه لو انتوى بقلبه، لان هذا المطلوب، ولان النيه محلها القلب اتى بها، فلو انتوى بقلبه انما الاعمال بالنيات انما كل من نوى، لو انتوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه اجزاء ذلك، وهذا باتفاق الائمه. وباتفاقهم ايضا انه لو تلفظ بلسانه ولم ينتوي بقلبه بانها لا تجزئه، بانها لا تجزئه. لكن يا ترى لما لا تجزئه؟ اما قالوا الرجل تلفظ، لما لا تجزئه؟ يعني لو قال نويت أتوضأ لرفع الحدث، نويت أتوضأ لاستباحة الصلاة، ولم يكن قد استحضر القلب فيها، فهنا الكلام الذي يقال عند الأئمة يبطل. لما؟ لأن الأصل عند القلب. الأصل إيش؟ الأصل محلها في القلب. إجابتنا وافقت إجابتك، نعم، ممتاز. ما شاء الله أمة القرآن والسنة تضلعوا عليهم. هو الحق أن نقول لما التلفظ لا يجزي؟ لأن الأصل أن محل القلب، ومسألة التلفظ باللسان ده على إيش؟ على الكمال فلا يجزي. يبقى اتفقوا على أنه إن انتوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإن هذا يجزي، والعكس لا يجزي، والعكس لا يجزي. ف
فإذا انتوى تلفظ باللسان ولم ينتوى بقلبه لم يجزبه. ويستحب المسألة الثالثة في النية، ويستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر أعضاء الطهارة عند الأئمة الثلاثة، عند الجميع آخر أعضاء الطهارة الرجل، يستحب استصحاب النية في ذلك، وأن يبتدئها بالمضمضة أو الغسل الوجه خروجا من خلاف العلماء في مسألة الكلام على الولاء. هذه هي المسائل، عيون المسائل في مسألة النية، وهذه المسألة الأولى تتكلم عنها المصنف. أتينا على كلية النية بفضل الله جل في علاه، وقد انتهينا منها المسألة الثانية. شيخنا، تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما يستدلش بها الاستباب؟ لا لا يستدل به. كيف يستدل به؟ ده هو تشوف. طب أنا أقول لك، أنت فتحت بابا جيدا، التلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج دلالة، يدل دلالة واضحة جدا على كراهية التلفظ في الطهارة وفي الصلاة. ما هو ليه هنا ده السؤال إليهم، كيف يكون ذلك؟ أنا بقول هذا، إحنا لو قلنا هم يستدلون بأن النبي تلفظ بها في الحج، أنا أقول هذا دليل على كراهية التلفظ بها في الصلاة وفي الطهارة. طبعا أنت تعلم أنها، شوف، لو لم يكن فيها إلا أنها وسيلة إلى 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 الوسوسة لكفى. يعني رجل أنا أراه والله يقول الله نهيت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مع الإمام محمد وأنا مؤتم وما وأنا ما. طبعا هذا كله خذ بقى بالقصة الطويلة التي يفعلونها، وبعدين يخرج من الصلاة مرة ثانية لأنه ما قالش طلع محمد ده أحمد، مش هو شو الإمام محمد، فاهم؟ وبعد ذلك ترى ما ترى من هذه الدقائق التي يعني قد تزعج المكلف الذي يريد أن يأتي بالعبادة. وديننا أيسر من ذلك بكثير، ديننا أيسر من ذلك بكثير. كيف السؤال هنا، كيف يكون التلفظ بها في الحج دلالة على أنها ليست من السنة في العبادة في الوضوء أو الطهارة؟ شوف محمد بصراحة سريع، ومي أيضا، ونور ما شاء الله، ما الإجابات الجميع صراحة ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله كل خير، أنتم تسددون صدري جدا يا أمة القرآن والسنة. ما أدري، أسأل الله أن يرضى عن حمدي على ما من الله عليه، وأنه يعني يسعى لذلك ونشر ذلك. هذا الرجل أرجو أن يكون له خبيئة بينه وبين ربه صراحة، موفق مسدد، جزا الله خير، نفع الله به الأمة الإسلامية عامة، جزاكم الله خير. أنا أقول بأن هنا الآن كما قال إخواني هنا، يعني جزاهم الله خيرا، إجابتهم كلها صحيحة. طب الزوم أجابوا؟ ما أجابوا؟ ليش؟ ما أريد هذا الجانب ينام، أنا أريد الجانب هذا يتحرك. أما المكسر عندنا يعني لا أتبجح، لكن الحمد لله يعني فيه القوة في هذا. نعم، هو طبعا سلفي يقول أن التلفظ بها تلبية، وده كلام صحيح، بس أنا سؤالي غير هذا. سؤالي أن التلفظ بها، إن قلنا التلفظ بها في الحج ده يدل على أنها ليست من السنة وليس من المستحب أن يتلفظ بها في العبادة. ليش؟ لأنه لو كان لبيانه كما قال إخواننا هنا في أمة القرآن والسنة، وده صحيح، ده عندما بيانه في موضع وتركه في موضع دل ذلك على الموضع الذي تركه فيه، الترك فيه مطلوب. وإلا احنا قلنا دائما بأن البيان واجب على من؟ على النبي عدنان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. العلة اللي هو قالها في الحج فقط تلبية، لأنها تلبية. قال في الحج ممكن نقول اللي هو مش تلفظ بالنية أصلا، ما هي من الحج خلاص، ما قلنا هي تلبية، ما هو يعني لا يقول أنها تلفظ بالنية أصلا. نعم نقول له خلاص، ولو تنزلنا معكم، هذا يدل دلالة واضحة جدا أنه في الطهارة وفي الصلاة لا يتلفظ بلسانه. تفضل مسألة ثانية. طيب شيخ، في حاجة كيفة الحاجة بات شيخ عبادة والوضوء عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ هنا، المفروض هنا الآن البيان في هذه الأبواب أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لا في صوم ولا في صلاة ولا في طهارة، ونحن في حاجة إلى ذلك. ولو تكلمنا معك على التأصيل العام في القياس في العبادات، نقول قياس في العبادات لا يجوز إلا إذا تمكنت علة، وين العلة؟ ما في دي عبادة. لا، المسألة أن مسألة التلفظ فيها بالحج كانت للتلبية، ما كانت تذكير بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء. وهذه مسألة صراحة من يعني من أعوص ما تكون، لأنه شيخ الآن تقعر جدا في باب الفرق بين أقوال العلماء، وهذه المسألة طبعا مسألة الخلاف فيها يعني واضح،
لكن احنا نريد نضع عيون المسائل هنا بان انت تكلم من النوم. المسألة هذه فيها خلاف بالعلماء، فيها ثلاث اخوال نعم الان، هذه فيها ثلاث اخوال، لكن عايزين نشوف اصل النزاع. قال المصنف: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. نعم. فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء. ذهب قوم المفروض يسمي، صحيح ولا لا؟ المفروض يسمي. نعم. ذهب قوم إلى فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد. سنن الوضوء بإطلاق، هذه المسألة مش هي اللي احنا بنتكلم فيها في أصلها. ماشي، دي أول مسألة. نعم. وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. ماشي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. هذه مسألة ثانية. مشهور مالك والشافعي. ماشي. والمسألة الثانية. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. لا هاتي الأولى. الأولى غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. من سنن الوضوء بإطلاق، وقيل للشاك. وقيل أنه مستحب للشاك في طهارة. وقيل هي غسل اليد للشاك مستحب عند مالك. نعم. وفرق قوم بين حبيبي اقرأ من أول حبيبي. هذا المسألة. اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء. ماشي. فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. شوف، واجب على المستيقظ، ده كلام أحمد وداود. نعم. قال: وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار. هذا تفريع، هذا مش تأصيل، هذا تفريع. هنا أو تفريق بين نوم الليل والنهار، دي مسألة خديها تصور مسألة فرعية على هذا الأمر. التفريق بين نوم الليل والنهار. نعم. وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار. الحنابل. وبه قال أحمد: فتحصل في ذلك أربعة أقوال. يعني هو الآن الوجوب على المستيقظ من النوم إطلاقا، لكن هذا الكلام الحق أنه كلام من أحمد وداود وإسحاق. ورأي هنا عن أحمد قال في التفريق بين الليل والنهار، صحيح؟ نعم. طيب ماشي، تفضل اقرأ. قال: فتحصل في ذلك أربعة أقوال. ماشي. قول إنه سنة بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على إيش الزيادة؟ فليغسل يده، هذه زيادة، لأن الآية إيش تقول؟ فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، دي الآية. فأرى سبب الخلاف زيادة في إيش؟ في النص في الحديث، وهي غسل اليد، وهذا غير مذكور في آية الوضوء. ولأن النبي قال للرجل المصير لصلاته، قال له:
توضأ كما أمرك الله، اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآيات. ماشي. قال: فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب. يبقى إذن هو قال الآن هذا الأمر على الوجوب، أو أمر على الوجوب، وهذا قول الحنابلة، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن على أساس أن هذه زيادة، وهذا أيضا سيكون خلافا عريضا يعني بين الفقهاء، جمهور الفقهاء، وبين الحنابلة، وبين أيضا الظاهرية في مسألة السنة إذا أتت بما لم يأتي به ذكره في الأركان في الآيات. ماشي. وذلك بقى صلاة العيد وصلاة الكسوف في هذا الباب، يدخل في هذا الباب. نعم. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم. إذا العلة عند الحنابلة في التفريق البيتوتة، والحق كما قال ابن عبد البر البيتوتة، البيتوتة لغة هي نوم الليل، يكون لا تكون بيتوتة إلا من نوم الليل، وهذا ما قاله ابن عبد البر. نعم. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. اللفظ يبقى عندهم اللفظ هو الذي جعلنا عمين ندور معاه الأقوال بأسرها. صدق. ومن رأى أن بين هذه الزيادة وهذه الآية تعارضا إذا كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. يبقى إيش فعل؟ يبقى إحنا عندنا نظران هنا الآن. طبعا أقطع ذراعي إن في واحد فيكم أصلا ضبط كل ما نحن فيه في هذه السنبور. أوقي ولا أقطع؟ شوف هو الآن عندنا في هذا الباب على القول بالوجوب، الأمر بالوجوب هو قول الحنابلة. هم يرون بأن شوف الآية هنا حصرت الوضوء فين؟ في الغسل، أغسله في اليد. نعم. فهو بيقول هنا الآن ما دام نظر إلى الزيادة في الحديث دون الآية، قال على ظاهرها بأنها أمر، وظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. ايش الفرق بين هؤلاء الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بالاستحباب؟ الاثنين نظروا الى سبب النظر عندهم هو الزيادة في الحديث، لان الآية حصرت الوضوء وين؟ طيب. لما استخلص هؤلاء الاستحباب وهنا استخلص الوجوب؟ الفرق بينهما ان هذا نظر اليها بالمعارضة، نظر اليها ان هذه تعارض حصر الآية. بالضبط هتجري هذا الكلام في المدرسة ان شاء الله، بالغ في الشخص دون ما لم تكن صائما، مضمض في رواية جاءت للحنابلة بهذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. مفهوم؟ فهنا قالوا يبقى إذا تبقى على ظاهرها، يبقى الأمر ظاهره الوجوب. أما الآخرون فقالوا الاعتراض لها، قال ظاهرها التعارض، لأنه حصر الوضوء في الأربعة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاتكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما قالوا هذا بحصر، طب هذه زيادة ماذا نقول بها؟ نقول يبقى هذه زيادة مستحبة، تخلصوا من ذلك على الاستحباب. وده الفارق بين الاثنين، من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب، مع ان النظر في الاثنين. شوف انظر بقى قريحه العلماء في هذا الباب، الاثنين في استخلاص الكلام كله النظر الى الزياده في الحديث. اذا استيقظ احدكم من نومه من النوم فليغسل يده، فقالوا ان الله لما امر بالوضوء لم يقل فليغسل يده، فهؤلاء حملوا على ظاهرها بالوجوب وقالوا امر، وظهر الامر ليش؟ الوجوب. وهؤلاء قالوا هذه معارضة لحصر الأركان. يبقى قلنا أن لا تحصر الأركان، وهنا هذه ظاهرها التعارض، وهما خرجتا من مشكات واحدة، يبقى إذا لابد من تأويل الوجوب إلى الاستحباب. لأن احنا بنقول له الآن أصوليا سيرد عليه لما قلت بالاستحباب، وأن الأصل في الأمر الوجوب، فأين قرينتك التي صرفت الوجوب إلى الاستحباب؟ بماذا سيجيب؟ سيقول قرينتي الآية. كيف الآية قرينتك بأنها صارفة للاستحباب وهنا قرينتهم للوجوب؟ قلنا بأنهم قالوا حملوا الآية على الحصر، وليس كذلك من قال بالوجوب كالحنابلة. نعم.
نافية معك يا شيخ. طيب بإذن هو الآية هنا هذه هو الكلام في هذا الباب، النظر للجمهور، الجمهور نظر للآية على الحصر أن أركان الوضوء ما أتت به الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مفهوم؟ طيب وأما هؤلاء طبعا الكلام بقى في مسألة التفريق، والتفريق كما قلنا رواه عن أحمد في مسألة التفريق بين يوم الليل ونوم النهار، قال حتى قالوا أنه كراهية التحريم عند الحنابلة في نوم الليل وكراهية التنزيه في نوم أنه فرق، ونوم التفريق عندهم لما فرقوا لفظ الحديث لما جاء في البيتوتة، هذا سنبين مسألة على الفراد إن شاء الله على لفظ البيتوتة، وابن عبد البر حتى في التمهيد قال أن البيتوتة لا تكون إلا, 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 إلا من الليل، مفهوم؟ والذين عمموا قالوا لا لا نفرق مع أنه وجهت البيتوتة، قالوا لأنه هو عندنا دليل، إيش الدليل؟ الإضافة، والإضافة تعم، هواء إيش الإضافة؟ قال من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه إضافة، والإضافة عند علماء الأصول أنها تعم، الإضافة تعم، يعني إيش الإضافة تعم؟ يبقى تعم كل نوم، كل نوم. إذا وبعدين يعني ما أروع ما قال النووي، قريحة الشافعية راقية جدا، ما أروع ما قال النووي، قال المسألة لا تدور على النوم، النوم ليس علم مؤثرا في الحكم، هذا صحيح، النوم ليس مؤثرا في الحكم، ايش اللي يؤثر في الحكم؟ ها شك النجاسة موجودة، تروى النجاسة عليها ام لا، فانه لا يدري اين باتت، يبقى النوم غير مؤثر اصالة، النوم غير مؤثر عامة. هذه عيون المسائل في هذه المسألة، المسألة التي تعتبر صراحة فيها يعني بعض هو يعني ابدع فيها بعض الشيء نفسا، فنجمل فقط اصل المسألة وبعدين إن شاء الله نحل الشفرات هذه. هي أصل المسألة اختلف العلماء رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم، اختلف العلماء في مسألة غسل اليدين لمن استيقظ من نومه، فاختلفوا يعني في على مسائل في هذه المسألة، منها أولا مسألة التفريق التي قال عنها العلماء، هل المسألة على العموم أم المسألة على التخصيص في البيتوتة؟ جميع العلم قالوا بالعموم، قالوا بالعموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، وأدلتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، يبقى أضاف النوم له والإضافة تعم، الإضافة تعم، يبقى ما دامت تعم يبقى نقول من نوم الليل أو من نوم أو من نوم النهار، ويؤكد ذلك ويعضد التعليل، هو ليش أمر هو نعم يعني هو الاصل انها الشك في مساله النجاسه الطارئه، طرو النجاسه على اليد، وذلك الشافعي فسرها، الشافعي قال كان اغلب الصحابه، فهناك من كان يقول بـ 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 بان الاستنجاء بالماء هذا للنساء ليس للرجال، عبد الله بن عمرو بن العاص وغير من الصحابه، فكان يقول كانوا اكثرهم كان الاكثر من الصحابه يستخدمون الحجاره، والحجاره تزيل العين ولا تزيل الاثر، فيبقى الأثر، فعندما يكون العرق ممكن تطيش اليد تصل إلى محل المحل فتمس، النجاسة غير مرئية لكنها تكون نجاسة غير مرئية، طبعا هذه ستتعلق بها مسألة أخرى، مسألة قليل الماء وكثير الماء، وهذا ستعرض عليه إن شاء الله، بس المهم ننتهي من هذه المسألة. يبقى إذن قالوا بأن العلة هنا في هذا الباب هو طرو النجاسة أو طرو الشك في النجاسة. أما الإمام أحمد وده قول دول ظاهري قالوا بالتخصيص، قالوا يقولون الحكم دائر مع البيتوتة وهو تفريق بين نوم النهار ونوم إيش ونوم الليل، ولذلك نقل عنه أنه يقول بالتحريم في نوم الليل لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، وقلنا البيتوتة كما قال ابن عبد البر أن البيتوتة بالليل لا بالنهار، وفي رواية في الإمام ابن ماجه سنة ابن ماجه أنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ، وطبعا هنا لو وقفنا معهم وش وجه الدلالة عندهم، قالوا إذا استيقظ أحدكم من الليل، قالوا إذن الحكم متعلق بالليل لا بالنهار، وش وجه الدلالة من الحديث أمة القرآن والسنة، ممتاز يا فايدة، نعم هو لأنه قال بالليل تهو شرح تصريح، فبهذا قيد ففيه منطوق ومفهوم،
يعني هو قال لما قال اذا استخرج احدكم من الليل اناط الحكم باللفظ، اللفظ هنا منطوق، يبقى المفهوم مخالف، لو كان بالنهار لا يتعلق به الحكم. هذا قول من؟ هذا قول الحامل الذين يفرقون بين الليل وبين النهار. نعم. والحق ان قول الجمهور هو الراجح الصحيح، قول الجمهور هو الراجح الصحيح، لانه لا فرق بين نوم النهار وبين نوم الليل. المساله دائره على طرو النجاسه على ايش؟ على اليد. الشك في طرو النجاسه على اليد. وقد وردت بعض الروايات انه قال تصريحا تطوف يده، تطوف يده، يبقى المساله على تطواف الايش؟ تطواف اليد، وتطواف اليد ستكون بنوم النهار او بنوم الليل، يبقى المساله دائره على ايش؟ تطواف اليد وتطواف الليل يكون بالليل او بنار. يبقى ده القول الاول في مساله التفريق. التفريق ليس بصحيح، ضعيف، ولان المفهوم غير مراد. طب كيف توجه قوله اذا استيقظ من الليل واذا باتت يده؟ قلنا هذا على الغالب، لان الغالب هو النوم يكون ايش؟ بالليل. وايش الدليل يا شطار؟ ايش الدليل ان الغالب هو النوم؟ لا تنشغل بشيء يذهب بعقلك عما تسمع. وايش الدليل؟ وايش الدليل على ان هذا على الغالب؟ اجعلنا الليل لباسا. ممتاز. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النوم ايش؟ والنوم سبات، وجعلنا النهار معاش. يبقى اذا بين ان الليل هو محل الايه؟ محل للنوم، فخرج هنا مخرج الغالب. وكما قال علماء هنا ان المفهوم يبطل المفهوم اذا كان اللفظ المنطوق خرج مخرج الغالب. يبقى هذه المسألة الأولى فانتهينا منها. المسألة وكما قلنا أن المعنى هنا هو الشك، طرو الشك على اليد. فالنوم ليل أو نهار غير مؤثر. العلة يعني هو لو مس ذككم أصاب بالنجاسة، يعني العلة في اليد لا في نوم النهار ولا نوم الليل. هو محرم عليه أن تطوف يده في هذا المحل نهارا ومباح في الليل؟ أبدا. نائم ولا إرادة له وتطوف يده. ممكن العاده تزول من قول العلماء ان مس الذكر على الشهوه او مس الشهوه؟ لا 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 لا، انت ما فهمت. لان هو احنا قلنا يستخدمون الاستنجاء في 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 في, في الاستنجاء بالحجاره. يستجمر فيبقى اثر النجاسه مع ازاله العين، فهمت؟ فتطواف اليد هنا ايش اللي يفعل؟ يعني ممكن يكون فيها النجاسه غير المرئيه. المساله الثانيه حكم غسل اليد. الحكم عند الجمهور، حكم غسل اليد عند الجمهور الاستحباب. من استيقظ من النوم ولم يغسل يده ووضع يده في الإناء قبل أن يضع في الإناء ووضع في الإناء وتوضأ، فإن الماء لا تسلب طهوريته وهو لا يأثم ووضوءه صحيح. يبقى حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم أنها على الاستحباب ليست على الوجوب. ليش على الاستحباب؟ ليش لا تكون على الجوب؟ قالوا اولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من الليل من النوم فليغسل يده ثلاثا قبل ان يضعها في الاناء. هذا امر، وظاهر الامر نحن نتفق اسريا ان ظاهر الامر ايش؟ الوجوب. طيب وايش اللي جعل المساله تنصرف؟ هل ايش؟ حصر. اي حصر؟ الحصر بتاع الايه؟ مش الحصر، ليس الحصر، لا هنا هو مستقل. قال مستقل هو الاصل إيه؟ ان ايش؟ طرق. لا أن هذا الباب على الشك. المسألة تعبدية ففيها الاحتياط فقط، لذلك لم يكن على الوجوب أو لم يكن النهي على التحريم، لأن المسألة فيها إيش؟ طرو الشك، والشك لا تتعلق به الأحكام الجازمة. ولذلك الماء نحن على يقين أنه إيه؟ على طهار، وعلى شك من طرو النجاسة عليه. والشك القاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بشك. نحن الآن القاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بالشك. مفهوم هذا الكلام؟ فلما كان هذا الباب بأنه طرو الشك وكانت المسألة على الاحتياط صار صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، أو النهي صار صارفا من التحريم إلى الكراهة. لو قلنا أنه هو حيال عصيب يلا عصيب في يده، دعك من الافتراضات يا حبيبي، هذه الافتراضات دي مرتبة. خلينا في أصل المسألة. الحكم هيكون إيه؟ يبقى هيشغل الحكم كله مش ما خلاص. يبقى احنا يبقى هذا خلاص رد على حبيبها ردا قاطعا اقولها، لان المساله نقول العله تعبديه. يعني لو وضع شيء اسمعني بس، اذا قلنا بهذا الباب ماذا نفعل؟ نقول الان احمد عول الامر على ليل ونهار، والمساله ليست فيها ليل ونهار، المساله كلها على ايه؟ طرو النجاسه على شك. الشك بطرو النجاسه على اليد حكم مؤثر، صح؟ طب لو تيقن
انه ما في نجاسه باتفاق انه يتوضا دون يدخل يده دون ان يغسل، لان العله متعلقه بايش؟ بتروي النجاسه على اليد، مفهوم؟ نعم. فاذا الجمهور قالوا بالاستحباب، والصارف عندهم ان هذا على الشك، والشك لا يتعلق بالاحكام الجازمه. ولذلك قال علماؤنا اذا خالف ووضع يده، يعني خلاص قام ولم يغسل يده ثلاثا ووضع يده في الاناء، هل الماء يتنجس؟ هل تصلب طهوريته ام لا؟ هذا كله دائر على قاعده هل اليقين يزول بالشك ام لا؟ الحق ان اليقين لا يزول الا بيقين، اليقين لا يزول الا بيقين ولا يزول بالشك، مفهوم الكلام الغير مفهوم؟ مفهوم. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين بقى. لا يدري اين بقى. هو لا يدري، يبقى معنى ذلك هنا في لفظ النبي انه لو كان يدري فتعالى الحكم هنا في مساله خلاص ان كان على خير. يبقى اذا لا يدري اين باتت يده، المساله هنا على الاحتياط، وكما قلنا الشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزيل الا بيقين. فان كان الماء الذي عندي ماء على طهوريته وانا شككت وقعت نجاسه ام لا، لان مش هتدخل هذه المساله في مساله تنجيس الماء القليل والكثير والتفريق بينهم. لما؟ لانني هذه المساله انا ممكن اتكلم فيها لما اتاكد ان هناك نجاسه وقعت حتى لو كانت صغيره لا يراها طرف العين، لكن هنا انا عندي شك اصلا، مفهوم؟ وطرو الشك لا يزيل اليقين، واليقين ان الماء ما ايش؟ طهور. طيب اراجع بسرعه الخلاصه في هذا الباب، لان هو هنا سنتكلم على مساله النزاع، وهذا يكون الاسبوع القادم مساله حمل العمل الخاص. ايه؟ ايوه ده لسه التكميل ده كله تأصيلي عشان نبين النزاعات فيها. يبقى الخلاصه في هذا الباب ان من قام من الليل او من النهار، انا بجيب الراجح الان على قول الجمهور لان الادله كلها مع هؤلاء، من قام من ليل او نهار كان قد نام وقام ليل او نهار، يستحب له ان يغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء. لما؟ خذ الخلاصه وافهمها الان. لما؟ خشيه طرو النجاسه على اليد، وهو نائم تطوف يده كما قال سلم، تطوف اليد تطواف اليد ممكن تقع على محل فيه نجاسه لا ترى بالعين فتحمل النجاسه، وهذا على شك ام على يقين؟ ما دام على الشك والمسألة تعبدية في مسألة الاحتياط، فاليقين لا يزول بالشك. يبقى أول شيء الحكم الجازم لا يكون مع الشك، فلا أستطيع أقول بالحرمة أو أقول بإيش؟ بالوجوب، بل يكون بالاستحباب أو الكراهة. يعني إذا كان أمرا يكون على الاستحباب، وإن كان نهي يكون على الكراهة، مفهوم؟ وأيضا الماء لا يتنجس بكل الأحوال، لأنني لا أستيقن أن هناك نجاسة نزلت، أنا أشك، واليقين لا يزول بالشك. فهمتم يا حبايبي الخلاصه؟ فهمتم؟ الا قول الحنابله. لا قول الحنابله يبقى خلاص، ما الحنابله اصلا بتكلم في مساله يجب او لا يجب في هذا الباب، لكن هل الماء يتنجس؟ لا يتنجس. فهمنا؟ انتهينا من يبقى هذه خلاصه المساله. يبقى لنا التاصيلات العامه التي قالها المصنف، وهذا تكون ان شاء الله في الدرس القادم. لو في اي اسئله تفضلوا. يقول شيخنا من قال العله ان الشيطان يطوف بالليل فربما ياتي على يده، هل تكون عله تعبديه؟ والله لو قال بذلك طبعا هي اصلا مساله الشيطان، لانه ابن تيميه يتمسك مثل هذا الباب على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام اذا استيقظ احدكم من النوم فليضع في انفه ماء وليستنثر فان الشيطان يبيت على خيشومه. فهو قد يسحبها على مساله اليد. نعم. يقول هل نعد غسل اليدين ثلاثا من الوضوء ام هي امر خارج عن الوضوء؟ لا، خارج عن الوضوء. غسل اليد ثلاثا خارج عن الوضوء، هذه سنة مستقلة. فلماذا لا يقال أن العلة تعبدية وليست هي الشك في نجاسة اليد؟ خلاص لو قلنا تعبدية إيش معناها؟ ما أنت لو تعبدية وبعدين؟ إذا قلنا العلة تعبدية كما تقولون، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم بيعللها ويقول فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول طب ليش بقى أين باتت؟ بالله عليكم قفوا بقى الآن. والواحد لما بينام بيضع يده في كوم الدكة وبينام عندنا في شارع 12 في ها؟ ولا وين بيضع يده؟ يعني ايش؟ يبقى ما معناها هذه؟ ما معناها لا يدري اين باتت يده؟ يعني ايش معناها؟ معناها تطوف اليد، لان في روايه اخرى جاءت تصريحيه قال تطوف يده. لما قال تطوف يده يبقى تطوف يده فين؟ بتطوف فين؟ ها في الزرع والثمر؟ في ارض عم احمد؟ بتطوف يده فين؟ يبقى اذا عند جسد على جسده، صح ولا لا؟ يبقى قد
تصادف وتوافق ايش محلا فيه اثر النجاسه، لانه كانوا يستنجون بالحجاره كما قال الامام الشافعي، فيكون طرو النجاسه هنا المعقول في هذا الباب. نعم. يقول ماذا يقال الا تعبديه والاصل في امر الوجوب. ممتاز، خلاص بينا لما، لان النسام قال تطوف وقال لا يدري اين باتت يده، فصار الامر هنا على التحويل بايش؟ بالتعليل. وبعدين في قاعده اصوليه لازم تفهموها جيدا، الاصل في الاحكام التعليل لا التعبد. الاصل في الاحكام التعليل لا التعبد، اغلب احكام الفقه معلله. يقول هل يتحمل فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ لا. هل تحمل يعني؟ هل تحمل على ان له علاقه بالشيطان؟ ما قلنا نعم، قد يسحب من كلام زمان في هذا الباب على انه يسحب الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت على خيشومه. يقول اذا تنتهي المساله اذا لم يكن الوضوء في الاناء كما في الوقت الحالي. نعم، ممتاز ممتاز، صح، كلامه صحيح، خلاص السنبور وانتهى الموضوع، فخلاص تنتهي المساله طالما. لكن احنا في اناس عندهم ماذا الباب، ما عندهم الماء يركض الماء في الاناء. يقول ما هو الاثر الذي يبقى بعد الاستجمار؟ اثر النجاسه، ازاله العين يبقى اثرها. نعم. يقول هل القصه مذكوره في عقوبه المستهزئ صحيحه؟ هل القصه لي مذكوره في عقوبه المستهزئ في مساله المستهزئ بالسواك؟ استغفر الله، ما ادري. يقول هل القصه مذكوره في عقوبه المستهزئ بهذا؟ صحيح خالص. ذبابه كانت على نجاسه وجاءت على الثوب، فما الحكم؟ الكلام هنا اذا 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 راى بطرف العين النجاسه وجب عليه ان يغسل هذا المحل، وان كان على شك هل يعني وقعت نجاسه على الثوب ام لا، الشك لا يستوجب، لا يزيل اليقين، يقين طهاره الثوب لا يزول بالشك. طيب يا شيخ، وقفت على نجاسه وهو شافها يخف على نجاسه بعد ذلك على الثوب؟ ما قلت لك اذا كانت يراها بالعين غسل وجوبا، لكن قد لا تكون تعلقت بنجاسه، قد لا يكون النجاسه وقعت على الثوب، وهو هذا الباب باب اليسير الذي يغتفر. يقول من اعترض بأن السنة تأتي بأحكام مستقلة فيكون الجمع أن الآية أتت ببعض الأحكام والحديث أتى بغسل اليد وهذا حكم مستقل فلا تعارض، فكيف رد عليه؟ لا، هو إذا قال بذلك قلنا له نعم نحن معك في هذا الباب، لكننا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين البيان، والبيان واجب على الرسول العدنان، بين بالأركان، فلو كان هذا صحيح كما تقول أنت لبينه، لأنه هو المسيء لصلاته هنا الآن لا يدرك، وكان وجوبا لابد من تعليمه حتى تستقيم عبادته وتصح، فهنا أتاه أتى السلام على ما تصح به عبادته، ولو قلنا بهذا القول وقلنا بأنها مستقلة يبقى لا تصح العبادة، لأنه الآن اختلت الأركان هو الآن، لو قلنا بأن هذا ركن فالصحيح الراجح أنه أن النبي حين البيان ما تعدى ما جاء القرآن، يعني ما تجاوزه، أتى به قال توضأ كما أمرك الله فاغسل يديك، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. يقول هل إزالة النجاسة عبادة؟ نعم، ستأتي وسنقول هل تفتخر لنا ولا لا، لأنه بعض العلماء لا يرونها كذلك، لأنه أقل ما يكون في العبادة أمر الله وثيابك فطهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان ويعذبان في كبير، ستأتي إن شاء الله تفصيل المسألة. طيب انتهت، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.